هو وسيم وانت كلش ماخذ منه هوايه. يعني اني وسيم؟ طبعا وسيم. ليدي سامر، أنا عمك فايق. أنت مو عمي، أنت قتلت زوجتي بدم بارد، وأي واحد من أقاربي لو قايم بهاي العملية أنا أتبرى من عنده. وليدي سامر، مهما تحكي ومهما تقول حقك وألف حقك، أنا قتلت زوجتك، أنا مستعد لأي حكم، أنا مستعد حتى أن أعدم. شو اللي بهاي الحياة بعد أن تحولت إلى مجرم وقاتل؟ ولو أجد أعيش بهاي الدنيا بعد أن مات ابني، ابني سامر صدقني وروح على ابني. أتمنى أموت اليوم قبل باكر، أتمنى أموت، ما أريد أعيش، ما أريد أعيش. راح تعيش، مو إشفاقا بيك، حتى الناس لا يقولون بأنه حبسوا عمهم، بس بشرط أن تختفي نهائيا. يعني تنفيني؟ تنفي عمك فايق؟ لو بيدي أنفيك بجزيرة ما بيها بشر نهائيا. اسمع، راح أعطيك مبلغ من المال وتعيش بيه بأي مكان، بس بشرط ما تشوف عامر وما تحكي موضوعك لأي إنسان، وإذا سمعت خلاف كلامي راح أعيد القضية عليك وتنحبس مؤبد. أخي